في سؤال لو ما سألتهولكش بعد الحلقة دي ممكن تضرب. ليه؟ الجمهور بنك الحظ الجزء الثاني امتى؟ بنك الحظ الجزء الثاني امتى؟ الثالث امتى؟ الثاني الثاني يا رب يبقى ثلاثة كمان. والله جميل. الجزء الثاني في ايه لما مصالح يا سريع مستنيين. عملنا جلسات عمل مع شركة الانتاج والاخراج والمفروض اللي احنا بنحط اللمسات الاخرانية للسيناريو، في بعض التعديلات في الافكار وكده، ونبتدي بقى في اقرب وقت يعني ان شاء الله. يعني هو اصلا كده كده نجاح الجزء الاولاني خلى فيه اجبار اللي احنا نعمل حاجة كويسة اكتر من الجزء الاولاني باذن الله.